جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي أرعب صلى الله عليه وسلم يقول خل خليل قال دسيروا دسيروني. هذا السبب لما رعب منه من جبرائيل دخل قال دسيروني دسيروني غطوني غطوني طولتو دخل مرعوب مرعوب دسيروني 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 ثلاث مرات شكر دسيروني دسيروني حتى سكن صلى الله سكن جعشوه وطمأنت نفسه جات خديجة سولته قلت لها ما زال رئيس الشيء اللي قالوا ذهبت خديجة به إلى ورقة بن نفل. ورقة بن نفل كان في الجاهلية وجعمها وجعم خديجة شقيق أبيها وبعد عم رسول صلى الله عليه وسلم كان عنده أخبار الماضي من الكهنة أخبار المغيبات التي كان جري منهم على علم الكهنة. جبت له قلت له ابن عمي اسمع ابن أخيك هذا هو الأخيك هذا اسمع علم ما يقول لك. قال لي ابن أخي قل ما رأيش النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ورقة بن نفل بالخبر. قال لك هذا قال لك لن يخذك ما يخذك الله فرحوا ورقة. قال لي ما يجي قال لي إنك لا تصل الرحمة وتكذب كلها وبدأ أخبر فيه ها فيك من الخصال ها فيك من الخصال لا خصال فيك يا محمد. قال لي هذا ما يجيك الشيطان. لما خبر لما ثبته وطمنه ورقة بن نوفل ثبت صلى الله عليه وسلم وصار ينتظر الوحي. قال ينتظر تجيه يقطع عليه جبرائيل.